رحمة الله وبركاته، حبايب دودي سبورت، اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا وعلى طول بتوحشوني، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب الدودي سبورت. حلقة اليوم النهاردة وهي حلقة فيها شعلة نشاط وحيوية في بعض الاخبار اللي جابينها لكم في حلقة اليوم. بس قبل ما نخش على الاخبار النارية بمعنى الكلمة، نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو بإذن الرحمن إلى 3000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم، وبإذن الرحمن أكون دايما عند حسنكم. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة احنا جايبين أربع أخبار طازة، أربع أخبار من العيال الثقيل زي ما بيقولوا، ومفاجآت أحمد فتوح والمستحقات اللي ليه والدنيا وما فيها. يعني النهاردة طالعين بنتكلم وتجديد مارسيل كولر للنادي الأهلي ومحاوراته ومنشطاته وحيويته بمعنى الكلمة. وهو الموضوع الأول بالنسبة لنا، وهو أشرف بن شرقي اللي يقترب بنسبة 75-80% لبيراميدز. بعد خلاص قالك أنا لو في مقارنة بين لو في الوقت اللي احنا فيه نادي الزمالك وبيراميدز، ولو نادي الزمالك فيه فلوس، لكن هو عارف ان الحاله الماديه واقعه، الحاله الماديه جحت خالص في نادي الزمالك. علشان كده اشرف بن شرقي قرر وخد القرار الصح اللي هو يروح لبيراميدز ب 2 مليون دولار. يعني اشرف بن شرقي بنسبه 70-80% في بيراميدز، علشان طبعا هو بيتكلم على مبلغ محترم جدا جدا، 2 مليون دولار يعني معدل 170-180، يعني 70-80 مليون جنيه، يعني حاجه محترمه جدا جدا بالنسبه لبن شرقي. وطبعا في الوقت الحالي كله بيبص للماده، كله بيبص للجنيه. علشان كده اشرف بن شرقي هيفرق معاه 70-80 مليون جنيه، يعني بمعنى الكلمه هيكون 2 مليون دولار بالنسبه لاشرف بن شرقي اللي يقترب بنسبه 75% لبيراميدز من بداية الموسم الجديد. الخبر الثاني وهو برضو ايضا طارق حامد عنده اختيارين، ليقترب لزد، والاثنين المادية بتاعتهم جامدة جدا. ايه ده يا عم دودي؟ هو اثنين يعني اشرف بن شرقي وطارق حامد الاثنين ممكن يكونوا في بيراميدز؟ ليه لا؟ ما هو دلوقتي بيراميدز بقى الزمالك به علي جبر واحمد الشناوي واحمد توفيق وعمر جابر والاخ كالاخ، وطبعا سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه، وانضم معاهم اشرف بن شرقي، ولو راح طارق حامد تبقى الدنيا جميله. يعني الزمالك به في بيراميدز، وطارق حامد مش هيقدر يتكلم طبعا عشان بره في اتحاد جده السعودي كان بياخد مبلغ محترم، وهو قايل لبيراميدز على 2 مليون دولار. يعني لو الدنيا اتعكست ممكن قالوا له تخفيض المبلغ بمعنى الكلمه، ممكن يصل لمليون ونص دولار. يعني مش قادر اقول لك يعمل له 50-60 مليون جنيه مصري مع طارق حامد اللي هيكون يقترب لبيراميدز، يا اما بيراميدز يا اما نادي زد، علشان دول هيكونوا القيمه في اعلى صفه او في اعلى فئه فلوس في الكره المصريه بالنسبه لبيراميدز. والزد يكون اقتراب طارق حامد لأحد فيهم، وأي واحد هيروح فيهم طارق حامد لسه مش عارفين، بس مؤكد بنسبة 70-80% هيكون المصدر اللي شغالين معانا هيكون 100% ممكن يكون لبيراميدز. علشان طبعا زي ما حضراتكم عارفين اللي المشوار اللي حاصل بين طارق حامد وسيادة الموسيقار اللي خرب الدنيا خالص وسوق سمعة الراجل واتكلم عليه وقال له وعد له وسوق والكلام ده كله، طبعا دي مش هينفع طارق حامد يكون راح لنادي الزمالك اطلاقا او عوده حميده تاني لطارق حامد. لا، طارق حامد ليقترب لزد او لبيراميدز من بدايه الموسم الجديد. مارسيل كولر في اجازه في النمسا، مارسيل كولر في اجازه في النمسا يا عم دودي بيتفسح والدنيا جميله، وحان وقت تجديد مارسيل كولر. الخطيب مارسيل كولر لسه قدامه سنه، يعني احنا في شهر 8 لسه هيجدد الثمانية اللي جاي مع النادي الاهلي. وهو بيقول لي كابتن محمود الخطيب، انا مفيش مدرب قدر يحقق لنادي الاهلي اربع بطولات زي مارسيل كولر
في السنه دي اللي قدر فعلا يخطف الاضواء ويخطف حب الجمهور النادي الاهلي ويخطف كل الجمال في حلاوه جمهور النادي الاهلي. مارسيل كولر اللي فعلا كابتن محمود الخطيب محضر قيمه عقده وتجديده من بدايه الموسم الجديد، يعني الراجل لسه عنده المشوار طويل موسم كامل. النادي الاهلي يا جماعه بيحب يحضر كل الاشياء الاساسيه بالنسبه لمارسيل كولر، يعني كولر خلاص جوه النادي الاهلي، حبه للنادي الاهلي قاموس كبير وامكانيات عاليه جدا لحبه لجماهير النادي الاهلي، قدر يخش قلوب النادي الاهلي مارسيل كولر. وانا بقول لك يا مارسيل كولر خدها مني بضمان التعليق العربي من ملعب الدودي سبورت، مارسيل كولر هيحضر لسه المفاجات اللي جايه عشان لسه عنده بطوله هامه جدا وهو السوبر الافريقي، فعلا هيكون بطوله محترمه جدا جدا جدا. مارسيل كولر مش هيسيبها غير لما ياخدها وياكلها. مارسيل كولر مع النادي الاهلي شكل جديد طعم جديد يصنع التاريخ لمارسيل كولر داخل النادي الاهلي. نيجي الفتوح وخبر فتوح وامكانيات فتوح اللي فعلا قدر يثبت امكانياته. احنا هنقول بقى كوبري الخليج، كوبري المنيب، كوبري ابو سمبل، كوبري مش عارف مين 6 اكتوبر، مفيش الكلام ده خالص. انا بقول لك يا سيدي خدها مني بضمان التعليق العربي وارميها ورا ظهرك. احمد فتوح على ابواب النادي الاهلي في حاله لو ما خدش المستحقات القديمه، لو ما جددش عقوده وهتكون العقود بتاعته ايضا زي احمد سيد زيزو. ازاي عم دودي بياخد، يعني زيزو بياخد له 30 مليون جنيه لاحمد فتوح؟ قال لك لا انا هاخد 25 بس علشان ما حدش يزعل، بس اخد القيمه الاساسيه اللي للقدام علشان يفكر في التجديد. وطبعا في رجل اعمال اللي هيقدر يقيم بمستحقات اللعيبه دي كلها وهيقدر يدي مرتبات لقدام والدنيا هتكون جميله، بس شيء من الاشياء الاساسيه يكون خارج التوقعات بره خالص. سياده الموسيقار اللي عامل كل الاشياء الاساسيه، سياده الموسيقار اللي الدنيا كلها مقلوبه مع شيكابالا، مع جمهور الزمالك، مع كرهه الناس الزمالك، الكلام ده كله خالص. احمد فتوح يكون او لا يكون داخل النادي الاهلي، بس انا بقول لك بنسبه 97% احمد فتوح هيكون على ابواب النادي الاهلي. هتقول لي كوبري؟ هقول لك لا يا سيدي، احمد فتوح للاولويه في الوقت الحالي في فسخ عقده اللي هيكون مع نادي الزمالك علشان يقدر يروح اي نادي هو عايزه، اذا كان اهلي، اذا كان خليجي، اذا كان برازيلي، اذا كان يوغوسلافي، اذا كان اي حاجه احمد فتوح عايزها هيكون هي دي بدايه احمد فتوح والشهر الجميل واللذاذة وكل الامكانيات العالية اللي هنشوف فيها المفاجآت اللي جاية بالنسبة لأحمد فتوح. طبعا بتمنى من الله بإذن الله تعالى ان كل حلقة عجبتكم، وبإذن الرحمن اكون دايما عند حسنكم. انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدوت سبورت ان شاء الله بإذن الله. انتظروني في كل يوم فيديو جديد بإذن الرحمن بإذن الرحمن. بشكركم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا لعلنا الفيديو والاشتراك في القناة، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.